لازم نوقف شوية يا أمير. حلف واحد من الفنانين اللي صوتهم جميل ويمكن اختفى من الساحة الفترة الأخيرة، نحن بنرسل له تحايا ويا ريت نسمع صوته. يا زمن وقف شوية، يا ريت الزمن لو بيقف في بعض الأشياء، وفي بعض الأشياء يا ريت لو بيمشي سريع. نحن سعداء والإدارة العامة للأدلة الجنائية بتحتفل باليوم الختامي لليوبيل الذهبي للإدارة. سعداء إنه يكون معنا داخل الاستوديو سعادة العقيد أحمد المبارك أحمد، رئيس فرع التفتيش والجودة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. سعادتك صباح الخير وأهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لقناة الشروق وكل مشاهدي قناة الشروق، ونشكركم على الاستضافة لإلقاء الضوء على احتفالات الإدارة العامة للأدلة الجنائية بمرور 50 عام. الاحتفالات دائما بتكون فرح، وأنا شايفك أنت بتسمع في أمير قبل شوية يعني كنت طربان. طرب. أي نعم. نعم، بتحب الغنى القديم؟ لا أكيد أكيد الغنى القديم، لأنه فيه نوع من الأصالة، كلمات منتقاة، صح، ألحان رصينة، فبالتالي يعني نحن ذات ما دارين نقول جيل قديم، لكن في النهاية فعلا فيها نوع من الذكريات وكذا يعني. صح، والأغنية نعم ذاتها جميلة، مع احترامنا برضو للشباب المغنيين الشباب والجيل الجديد، لكن الشباب ذاتهم بيحبوا القديم، ولو ما كان استمعوا للقديم اصلا ما كان مطربين وكذا. كلام يعني. صح، كلام سليم بالضبط. كلام سليم. الزمن والغنية اللي سمعناها قبل شويه، الزمن عنده دور كبير في شغلكم في الادله. قبل ما نمشي نشوف دي، والله يا اخي دي حاجه ممتازه جدا وجميله. طبعا شغل الادله الجنائيه بيعتمد على تحليل الاثار الماديه المخلفه على مسرح الجريمه. نعم، واحده من الحاجات اللي ممكن تؤثر على الاثر المادي المخلف اللي هو مزالة الزمن. الزمن نعم. وكل ما الزمن من وقوع الجريمة لوصول الاختصاصيين لمسرح الجريمة نعم بعد، كل ما كان في كثير جدا من الآثار ضاعت أو طمست تبقى صعبة. نعم. أو يعني بقت الاستفادة منها فيما بعد سواء كان من التحليل وكذا بقى ضعيف. أدلة يعني. عشان كذا الزمن، الغنى السوداني فيه كثير كلام عن الزمن. شغل الأدلة الجنائية كله معتمد على الزمن وتقييم الزمن وتقدير الزمن. ده كلام جميل، وزي ما قلت قبل أنا الزمن كالسيف اللي لم تقطعه قطعت. سعادتك نحن بنهنيكم مرة تانية، وريت تكلمنا شوية عن الأدلة الجنائية نشأتها والآن وصلت وين، يعني من النشأة، وأنا عارف إنها نشأت قديمة، الآن وصلت وين؟ الأدلة يعني بداياتها حسب مكونات الإدارات العامة للأدلة الجنائية، بدأ النشأ بما يسمى بقلم تحقيق الشخصية، وكان ذلك في العام 1902 مثلا، كانت قديمة جدا. 1902 من ضمن مهامه كان التعرف على هوية الأشخاص، نحن نسميها الفيش يعني. الفيش نعم. تلا ذلك في العام 1967 بتأسيس وحدة الكلاب الشرطية. نعم. وكان آنذاك السيد اللواء معاش عمر دبيس سدرة استجب عدد 9 كلاب من جمهورية مصر العربية. نعم. فكانت البداية للكلاب الشرطية. بعد عامين من ذلك الزمان والتاريخ، في العام 1969 أنشئت المعامل الجنائية. وسميت في ذات الوقت اللي هي المساعدات الفنية، وكان واحدة من الأدوار الأساسية أنها تقدم الدور الدعم الفني للشرطة وكل الجهات العدلية. نعم. عشان كده نحن بدأنا مكونات الأدلة، أو اكتملت مكونات الأدلة كلها في العام 69، ودي كانت بداية تاريخ هاي الإدارة العامة للأدلة الجنائية 69. الآن 2019، 50 سنة بالتمام كمان. نعم. طيب، من 1902 والتمرحل 67 69 وللآن الجديد شنو؟ في شيء حصل جديد يعني، تطورتوا ومشيتوا لقدام؟ أنا بداياتي ممكن جدا، الناس اللي كانت بدأت زي ما قلت لك، كانت بدأت في مسألة محصورة جدا، ضيقة جدا. الآن اختصاصات الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالامكانيات اللي توفرت لها توسعت بصوره كبيره جدا. نعم. مقارنه بالقديم والجديد، يعني اذا كان اخذنا مثال المختبرات الجنائيه، المختبرات الجنائيه كان في ذات الزمان كانت في مبنى محصور وصغير. طيب. يعني نعم. الان نحن نمتلك من الاجهزه المتطوره
يعني مثال الكيمياء الجنائيه، الكيمياء الجنائيه تمتلك اكثر من 57 جهاز متطور عالميا. يعني اشرح لي الكيمياء الجنائيه دي شنو؟ الكيمياء الجنائيه دي الاداره المعنيه بفحص المخدرات والسموم والاغذيه وكده. المختبرات الجنائيه عندها زي 6 دوائر متخصصه، كل واحده بتعني بنوع معين من انواع الفحوصات. يعني الكيمياء الجنائيه زي ما ذكرت لك في تاني الاحياء الجنائيه اللي هي دي بتختص بفحص الدماء والافرازات. نعم. وواحده من الاشياء المهمه جدا اللي بتفحصها الاحياء الجنائيه اللي هي الفحوصات البصمه الوراثيه الدي ان ايه. ايوه اللي هي دي يعني بتحدد تحديد قاطع هويه العينه، اذا كانت عينه تعدم ولا نعم. كده هاي انه العينه دي تعود الى منو؟ نعم للشخص المعين فلان بالضبط كده. نعم. واحده من الادارات الجديده اللي بتنطوي تحت دائره المختبرات الجنائيه، ودي برضو تشهد التطور اللي حصل له، واللي هي اداره الفحوصات الفيزيائيه والجريمه الالكترونيه. نعم، حتى الجريمه الالكترونيه، حتى الجريمه الالكترونيه عندنا لها اجهزه وبرامج حاسوبيه متطوره جدا بتخدم في عمل الجريمه الالكترونيه والجريمه المعلوماتيه بصوره عامه. نعم. ومن ضمن الاختصاصات الإدارة الفحوصات الفيزيائية عندنا معمل برضه بتاع صوت. إذا كان في تسجيلات ولا كده بعدها ممكن جدا نحلل الصوت وإلى من يعود هذا. يعني ما في دمانة، والله دمانة لا لا لا. نعم. يعني تقوم بلغتنا الدارية تنبذ الناس وتعمل وفي نهاية دمانة. يعني حتى واحدة من برضه الاختصاصات اللي بتقوم بها اللي هي الجرائم المستخدم فيها الوسائط الإلكترونية. نعم. كانت الواتساب فيسبوك بالضبط كده. دي ساعتك ما صعبه شويه؟ لا، نحن عندنا برامج متطوره جدا من خلالها بنقدر نسترجع المعلومات الموجوده حتى لو كان عملت، يعني ممكن نسمي اذا كان الزول استخدم جهاز بتاع حاسوب وعمل ازاله للبرامج او المعلومات، نحن لدينا المقدره ترجع انه نعمل استرجاع لكل يعني المعلومات اللي كانت تتبع اثر، يعني بتعرفوا الحاجه دي طالعه من اي منطقه، طالعه من اي مصدر. نعم بالضبط كده. نعم. ودي كمان انا يمكن برضه حكايه انا لاحظت لما الواحد يقرا عن الجرائم بيلقى في بعض الجرائم يقول لك الموبايل كان هو سبب رئيسي في انه المجرم يتقبض، يعني يكون سرق حاجات وسرق معاه ويستعمل الجهاز من منطقه برضو. دي هو من السهل جدا انك تحدد ما يسمى بالاي بي بريس، اي بي ادريس. الاي بي ادريس اللي هو العنوان اللي طلعت منه المعلومه. نعم. سواء كان واحد استخدم حتى الحساب الشخصي الفيسبوك بتاعه، الفيسبوك. نعم. المعلومه نحن مجرد ما لقيناها ممكن جدا تتبع تتبع بنشوف اول مصدر للمعلومه دي كان وين، والجهاز ذاته المستخدم كان وين، عشان كده من سهوله جدا انك تقدر تصل تصل للمعلومه. تصل. طيب سعادتك نتكلم عن تطوركم الان، موقعكم وين في افريقيا؟ يعني انتم من الادارات المتطوره في افريقيا ولا بس قدرنا كده في السودان؟ لا، الحمد لله رب العالمين. نحن زي ما قلت لك قبل كان عندنا دائره الكرابه الشرطيه. دائره الكرابه الشرطيه بدات نعم بدايه صغيره، لكن تم استجلاب عدد مقدر من الكلاب وتم تدريبه في مجالات مختلفة، سواء كان فحص المخدرات وفحص المتفجرات، برامج تتبع الأثر والاستعراف وكده. فالتطور اللي حصل لدائرة الكلاب الشرطية أهل الكلاب الشرطية أنها تكون مركز إقليمي لدول شرق أفريقيا اللي هي اليابكو، كمركز لتدريب. انتوا هنا مركز للتدريب؟ نحن مركز لتدريب الكلاب الشرطيه معترف به في دول اليابكو. واحده من الحاجات الثانيه اللي بتبرهن تطور الاداره عمل هذه الجنائيه اللي هي قيام مركز التمييز الاقليمي. نعم. ده بيعنى بشنو؟ مركز التمييز الاقليمي اللي هو تم اعتماد السودان بحسب الامكانيات المتوفره له من قدرات. الامكانيات القدرات وال حتى الكادر المؤهل البشري. نعم. والامكانيات الموجوده. تم اعتماد السودان مركز للتدريب وتأهيل منصوبي شرطة دول اليابكو. نعم. وكان ذلك من ضمن مقررات مؤتمر مدراء شرطة الشرق اليابكو بكامبالا. نعم. في العام 2013. نعم. يعني انتم الان مركز؟ نحن مركز للتدريب وتأهيل منصوبي شرطة اليابكو في اعمال الادله الجنائيه، وكذلك مركز لتدريب الكلاب الشرطيه. والله كده نمشي شوية على الكلاب، والكلاب دي دهين شوية نتكلم فيها. ساعتها الكلاب دي يعني أنا ما عارف
هل يعني اللي بتقوم بالكلاب هو دائما صحيح 100%، ولا احيانا قد تكون في بعض الاشياء؟ يعني انا لو مثلا جبتوني في استعراض طابور ما بدخل، ليه؟ اقول انا حتى لو ما مجرم الكلب قد يعني ما قد يخطئ. هو نحن نؤكد معلومه، يعني الكلاب اصلا بدايه هي معروفه التعامل بها عالميا، مستخدمه في كثير جدا من الدول المتقدمه، نعم، لامكانياتها المتطوره. الكلب اذا كان احنا اخذنا حاسه الشم بتاعته، اذا كان قلنا الانسان يمتلك 50 مليون حاسه هنا خليه شميه، نعم، الكلب عنده 250 مليون خليه شميه، حاجه ضخمه شديده، دي واحده، نعم. الحاجه ان احنا بتاكد استخدامنا الصحيح والامثل والامن للكلاب الشرطيه، التدريب العالي جدا اللي تلقته الكلاب الشرطيه. من خلال التدريب ده نحن بنطمئن على اداء الكلاب. نعم. وزي ما قلت لك نحن استخدمنا الكلاب في مجالات مختلفه، يعني نحن بنجيب الكلاب وندربها على كشف المخدرات، وفعلا بنعرض مخدرات والكلب يتم التعرف على المخدرات، نعم، نقوم نغير المكان برضه يتعرف على المخدرات وكذا، فدي دلاله على انه فعلا الكلب قدر يتوصل للمخدرات، وكذلك المتفجرات. وهنا في نقطه مهمه جدا، نعم تفضل. يعني الكلب اذا كان داري يكشف المخدرات بيقوم بيحاول يطلع المخدر، نعم، لما يكون داري يكشف المتفجر بيقوم بيقعد جنب المتفجر. نعم، ما بيعرف عارف انه والله الحاله دي فيري دينجرس، فبالتالي ما ينبشى تضرب، يعني كلب بالاداء ده وبالمستوى ده نحن بنثق فيه. الكلب اللي نحن بنستخدمه زي ما قلت لك بيها نحن الادله الجنائيه عموما بتستخدم كاداره او بتعمل كاداره داعمه للتحقيق الجنائي. فنحن من خلال استخدام الكلاب الشرطيه ممكن نحدد انه والله يا اخي ممكن نقلص المدى بتاع الاتهام وكده. ايوه نعم. بالضبط كده. طيب بتعتمدوا في نقطه الكلاب دي بتعتمدوا على اضطراب المجرم؟ يعني مجرد ما يجي طابور المجرم قد يكون خايف مثلا في اللحظه دي، ودي يمكن تكون برضه تقود ل هو واحده من الحاجات نحن ناكدها انه الكلب حتى لو المجرم مضطرب ولا مضطرب وخايف ولا خايف ما بيشتغل، هو بيشتغل فقط بشنو؟ بالرائحه اللي انت بتديها له، يعني اساسا بيكون في متعلق وجد في مكان الحادث، نعم، يخص المتهم بنجي نشمم الكلب المتعلق ده. المتعلق ده نحن بنسميه المتعلق الشخصي، لانه بتكون رائحه المتهم موجوده مبصوره فيه. ايوه. بعدها بيكون الاجراء الطابور اللي هو بيكون مكون من عده اشخاص، يعني الكلب بيجي بيتعرف على المتهم، بعدها بنغير مكان المتهم، نعم، يعني بدل يكون قاعد في الترتيب نمره 2 وهو يختار، يعني يختار انه المكان اللي داير يقعد فيه، بتقول له اقعد في اي حته، اقعد في اي حته تريحك، نعم. الكلب الطابور بيتم اجراءه مره واثنين وثلاثه للتاكيد والتصديق، يعني بالضبط كده. طيب دي كلاب شنو من يعني في الولايات عندكم، ولا بس انتم الخرطوم كل هذا التطور؟ نحن ببيع كان بدايتنا عن الزمن، نعم، مؤكدنا انه الزمن له علاقه مباشره بالاثار الماديه، نعم، فعشان يتم الانتقال السريع لمسارح الحادث فانشانا ادارات ولائيه في تقريبا 15 ولايه من ولايات السودان، نعم، وكذلك عندنا مكاتب للاداره عامه الادله الجنائيه في السبع محليات الموجوده في ولايه الخرطوم، نعم، عشان يتم الانتقال السريع لمسرح الحادث وتحديث الاثار الماديه. نعم. الاثار الماديه دي فيما بعد في جزء بيودوه المختبرات الجنائيه يتم فحصه للتعرف عليه، في جزء بيتم استخدام الكلاب الشرطيه برضه عليه، وفي جزء ثاني بيرسله لاداره التحقيق الشخصيه، نعم، اذا كانت تحتوي على بصمات او، نعم، ما ذلك. طيب كلمنا عن الاحتفال قبل ما نختم، الاحتفال حيكون 200 وشكل الاحتفال كيف؟ الاحتفال اصلا الاحتفالات بالجوبيل الذهبي للاداره العامه للادله الجنائيه بدات من قبل 3 شهور يعني. فكانت في برامج اذاعيه وحوارات تلفزيونيه. البدايه كانت ايضا بمؤتمر صحفي للسيد مدير عام للادله الجنائيه معرفا بالاداره العامه للادله الجنائيه واختصاصاتها. كذلك من ضمن الاحتفالات كان عندنا محاضرات لمنسوبي الشرطه، وضحنا فيها دور الادله الجنائيه ومطلوب شنو من الادارات الشرطيه حتى نحن نادي الدور بتاعنا بصوره سليمه. في كذلك من ضمن الاحتفالات اللي هي تكريم للرعيل الاول باعتباره واحد من الناس اللي خدوا بصمات واضحه جدا في عمل الادله الجنائيه، وحيكون المثل ان شاء الله في يوم ختامي يحوي حيكون يوم 30 ان شاء الله. 30.
مرة ثانية احنا بتشريف السيد المدير العام للشرطة ومدراء هيئات الإدارة الشرطية ومدراء الإدارات المعنية وكل شركاء الإدارة عمل هذه الجناية. نعم، نحن بنحييكم كثير سعادة العقيد أحمد المبارك أحمد رئيس فرع التفتيش والجودة بالإدارة العامة لهذه الجناية، وبنتمنى لكم التوفيق. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا لك كثير. شكرا لكم. وبنحيي كل الشرطة كل إداراتها للجهود والأدوار الكبيرة اللي بتقوم بها في كل الأفرع.